تورطت بعلاقة غرامية مع زوج كيت ميدلتون. مين هي عارضة الأزياء روز هانبري؟ تفاصيل كتيرة رح أكشف عنها، وأنا مؤكدة إنها رح تصدمكن مثل ما صدمت دوكة كامبريدج كيت ميدلتون بعد تسريب معلومات عن خيانة زوجها الأمير ويليام إلا ودخوله بعلاقة سرية مع صديقتها المقربة. فشو القصة؟ من آخر ظهور علني لأميرة ويلز كيت ميدلتون بيوم عيد الميلاد العام الماضي قبل ما تختفي عن الأنظار لإجراء جراحة بالبطن بيناير، تداول النشطاء كل أنواع نظريات المؤامرة حول سبب اختفائها، خاصة بعد التلاعب بالصورة اللي جمعتها مع أولادها. ومواقع التواصل الاجتماعي ضغطوا بشكل كتير كبير، والسؤال واحد تكرر: كيت وين؟ وهل ممكن يكون الاختفاء بسبب خيانة الأمير ويليام إلا؟ رح خبركن كل التفاصيل. لحقنا الموضوع، والقصة الأشهر هي اللي رح خبركن إياها. كانت صحيفة ذا سان البريطانية من أوائل الصحف اللي كشفت هالتفاصيل، ولمحت إلى فشل ويليام من إقناع زوجته بالمصالحة مع أقرب صديقاته. فشو قصة الخلاف الحقيقي بين كيت وصديقتها؟ بدأت الكثير من التقارير تفسر سبب الخلاف بأن روز هانبري تقربت من دوك كامبريدج، حتى أنه بعض الصحافة رجحت أنه سبب الخلاف بينه وبين الأمير هاري بيعود لسبب علمي أخير بهالعلاقة، مش مثل ما قال بسبب اختلاف زوجته ماغان ماركل مع كيت ميدلتون. وبحسب التقارير، الأمير ويليام وزوجته ما رح يعترفوا أبداً بقصة الخلافات بأنها بسبب الخيانة. رح يلتزموا الهدوء حالياً حتى تختفي الأخبار عن هالفضيحة وانتهاء علاج كيت بعد اعترافها بفيديو عن إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج. However, tests after the operation found cancer had been present. قبل ما خبركن الحقيقة، خلوني أعرفكن أكثر على روز. فمين بتكون؟ هي عارضة أزياء سابقة وناشطة اجتماعية بريطانية. تزوجت روز من ديفيد روكسافيتش عام 2009، وهو بريطاني أرستقراطي ثري. بعيش الزوجين بقصر وهو منزل ريفي ضخم بإنجلترا، وعندهم ثلاث أطفال. نشأت روز هانبري بعائلة ثرية، ووالدها هو تشارلز هانبري وهو رجل أعمال ناجح. في عام 2019 ظهرت التقارير بتفيد أن روز هانبري كانت تربطها علاقة بالأمير ويليام، ومن وقتها ارتبط اسمها بشائعة ارتباطها فيها على مدى السنوات الخمس الماضية. تخيلوا. وعادت روز هانبري لدائرة الضوء مؤخرا بعد سخرية ستيفن كولبرت من شائعة علاقتها بالأمير ويليام ببرنامج The Late Show. تطرق كولبرت بمونولوج كوميدي لشائعات تربط بين هانبري والأمير ويليام، وأثناء مناقشة أمور العائلة المالكة البريطانية أثار ستيفن الجدل حول غياب كيت ميدلتون وتساءل عن سبب اختفائها. وهون القصة. فوراً ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي غيابها بشائعة عن علاقة زوجها الأمير ويليام مع روز هانبري بحسب موقع ذكر. The Kate's absence may be related to her husband and the future king of England William having an affair. وخلال هالحلقة تحدث ستيفن بمزح عن هالشائعة وقال: بعتقد أنه كلنا بنعرف من هي المرة الثانية المزعومة، قولوها معي. I think we all know who the alleged other woman is. Say it with me. The Marchioness of Cholmondeley. وأضاف كولبرت في شائعة عن علاقة بين ويليام وروز من عام 2019 وفقاً للصحف الشعبية بوقتها. According to tabloids back then, when Kate supposedly confronted him about it, he laughed it off, saying there was nothing to it. Aha, always a good response when your wife accuses you of cheating. لكن اللي صار بوقتها هو طبعاً المتوقع. نفى كل من روز والأمير ويليام هالادعاءات، وما تم تقديم أي دليل لدعمه ولا حتى تناول أفراد العائلة المالكة الإشاعة أبداً. فشو قولكن؟ هل فعلاً الأمير ويليام خان دوكة كامبريدج كيت ميدلتون، أم هي فعلاً مجرد إشاعة؟